برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته 18 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وفي بداية الجلسة رفعت معالي رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، راعي النهضة الحديثة وقائد المسيرة التنموية الشاملة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، كما وتقدمت بتحية شكر وتقدير للشعب البحريني الوفي ولمن ساهم في صياغة ميثاق العمل الوطني الذي جاء معبرا عن الإرادة الوطنية للشعب البحريني. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح حول الرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل والتخطيط العمراني. بعدها استعرض المجلس ردود أصحاب السعادة الوزراء على الأسئلة النيابية التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب حول الأسباب داعية إلى تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووضع صناديق التأمينات ومشروع مترو البحرين، فيما وصل المجلس مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018.